صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سل كربلاء يا سل كربلاء سل كربلاء سل كربلاء يا عن كربها يا وبلائها يا سل كربلاء كم مهجة بها لمحمد نهبت وكم استجثت من يدي وبها يا على صدر الحسين ترقرقت عبراتها يا حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من سلالة هاشم يا ابن الحسين يا كريم يا ابن الأكرام دخيلك سيدي هلي وعلي قدر من سلالة هاشم عبقت شمائله بطيب المعتدي أفديه من ريانة في باس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين علي الأكبر علي الأكبر عليتت عناها والحرايب حيت وحياها علي الأكبر عليتت عناها والحرايب حيت وحياها هنا يا شبل حسين الأكبر نادت عليتك غيرك فلا ترقاها هذا لما نادى علي الأكبر لأبيه لبيك يا ابن رسول الله لبيك داعي الله تعانقا طويلا أويلي من تلامك وعند الوداع وعمشابك طول لما مان هو وللقى يا الولد لا عل بي والأبو لا واع
استاذن أبيه ومضى إلى القتال، وبرز علي وبرز معه قلب الحسين، ومشى الحسين وراء وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك المصطفى، كل ما اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، كان أشبه الناس برسول الله خلقا ومنطقا. وكل ما يشتاق الحسين لرؤية جده رسول الله كان ينظر لعلي الأكبر. ومشى الحسين وهو يقول: يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك، يعني اقتلت أولادي. وبرز علي وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، أضربكم بالسيف ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. وقتل 220 فارس ورجع إلى أبي ينادي: العطش العطش العطش. يقل له: يا أبو يا أبو يا شربة مية لكبدي لكبدي يتقوى ورد للقوم وحدي. يا ابو ينفطر كبدي وحق جدي، يا ابو الشمس والعطش والميدان والحار. يقل له: من اين اجيب الماء يا ابني؟ ما هو حج يا ماك شعب حيلي وهدمني. يا ابو يستوحد الله العمر واصبر يا ابو. هذا علي سلام الله عليه حمل 3 حملات، بالحمله الثانيه برز وبرز إليه بكر بن غانم، هذا بطل يعد بألف فارس، قال لعلي: ارجع إلى أبيك وإلا ضربتك بهذا الرمح، لا أنت للأرض ولا أنت للسماء، ارجع. قال: لا أرجع والله إلا أن أرجع برأسك إلى أبي الحسين. مولاتنا ليلى يقال أنها قالت للحسين: سيدي يا أبا عبد الله انقل لي أخبار ولدي عزيزي، أطلع للمعركة وما أقدر أطلع يا أبا عبد الله، أنت انقل لي الأخبار. فكان الحسين ينقل لها. قال: يا ليلى يا أم علي، إن ولدك يقاتل. تغير لون الحسين حسرة لوعة على ولده. قالت: يا أبا عبد الله، هل قتل ولدي؟ أرى لونك اختطف. قال: لا لا، ولكن برز إليه من يخاف والقلب منه عليه، هذا بطل. قالت: وأنا ما أصنع؟ قال: لا لا لك إلا الدعاء يا ليلى، إني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الوالد مستجاب بحق ولدها. فدخلت مولاتنا بلوعة وبحزن وبانكسار، دعت الله ذاك اليوم طبت الخيمة الغريبة وعلى ابنيها مريبة، وتوسلت لله بحبيبه بالحسين. وش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغيبة،
انا ريدك علي سالم تجيبه. استجاب الله دعاء ليلى ورجع الاكبر برأس ابن غانم ووقف عند الحسين. قال أبي هل من جائزة؟ قال ولدي ما جائزته؟ قال أبي شربة من الماء. شكثر من الماء يا أبا عبد الله بالعراق يا سيدي؟ والله يا شباب ما مريت على نهار على جسور وشفت ذاك الشط إلا وذكرت الحسين. أقول له يا أبو علي كل مكان هذا العراق غرقان بالماء وتدخل وتنقتل أنت أولادك. قال لي يا ابوي أنا عطشان أريد ماء. قال ولدي يعز على أباك أن تطلب منه الماء فلا يجد. بني علي امضي إلى الميدان وودع أخواتك وعماتك وودع أمك ليلى. يقل له مريت يا ابني على أمك وعمتك روح لها روح لها تحيا بشوفتك. حق الهواجب يا ابني وحق لك حق هالربا وحقك ونست الولد. والولاد فتنة عطر للوالدة تشمم طيابة وتتوردة. ما ترضى ما ترضى تعرضك للعدى. لا 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 يا ابني الاكبر محايل وابد يا ابويا. واجى الاكبر يودع عماته واخواته وامه وتعلقا به العلويات شبيه المصطفى. ومار عليكم يا شباب ذاك المسيحي اللي اجى للامام الحسين عليه السلام وسلم عليه قال يا ابن الزهراء البارحة رأيت رؤية. قال خير ان شاء الله. قال رأيت المسيح وهو يأمرني أن أسلم على يد هذا الرجل وكأنه القمر في ليلة كماله وتمامه. فسألت من هذا؟ قال هذا خاتم الأنبياء والمرسلين هذا محمد المصطفى. يقول فأسلمت على يده ولما أفقت عرفت أنها إشارة يعني لابد أن أسلم. فهذا نعم أمر من نبينا المسيح. يقول فسألت يا ابن الزهراء هل بقى من ذرية المصطفى أحد؟ قالوا بلى صبطه الحسين. وأنا جئتك يا أبا عبد الله وأريد أن أسلم على يدك. وبعد أن أسلم سأله الحسين هل رأيت جدي رسول الله؟ قال بلى وأسلمت على يده بالرؤية. وإذا بالحسين يقول ولدي علي جاء علي. قال لبيك يا ابن رسول الله. وقام المسيح مندهش قال والله هذا الشخص الذي رأيت بالرؤية هذا هو المصطفى. هكذا كان يشبه جده المصطفى. يا شباب هالليلة باسم علي بن الحسين باسم عزيز الحسين عزيز الزهراء عزيز زينب سلام الله عليها هذا الشاب الذي قال عنده الحسين بني علي قطعت نياط قلبي على الدنيا بعدك العفا. هذا علي بن الحسين. هالليلة نقعد ببابه ونقرأ سيدي واحد من خدام الحسين في مكان يخدم سيدي الشهداء ويشترك بالعزوات ويطبخ 21 سنة. فليلة ليالي عاشوراء تشوف ليلة التاسع مثل هالليلة يقولهم أنا مصيبتي هالليلة خير إن شاء الله حجي. قالهم هالليلة باسم علي الأكبر وهالليلة الحسين نعم ينفجع وينقتلوا ليده. الله أكبر على كل بعد هالخدمة 21 سنة يتعرض ولد الحادث. الله إن شاء الله يحميكم ويطول بأعماركم لخدمة الحسين. يقول ليلة الدفنة بعد أن فرغنا من مراسيم الدفنة يقول أنا جيت تعبان. يقول نميت وإذ أرى سيدي ومولاي الحسين جالس على قبر ولدي ويبكي. سلمت عليه قلت له مولاي أبا عبد الله أنا وأوليدي وعيالي والدنيا كلها فداء لك يا أبا عبد الله. لويش تبكي على ولدي؟ يقول رفع نعم رأسه ودموعه تتقاطر. قال وأنت تبكي على ولدي 21 سنة وما أنا أجي هالليلة أبكي على ولدك يا أبا عبد الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا سيدي يا ابن الزهراء؟ أو ذاك أحد العلماء الربانيين يشوف سيد الشهداء كل جراحات كل جراحات سأل مولاي شنو هاي جراحات؟ قال هذه سيوف بني
أمية وبني أمية ورماحهم وخيلهم. بعد فترة يشوف الحسين ما بي جراحات، مولاي وين ذيك الجراحات؟ قال غسلتها دموع شيعتي. يقول ففتح قميصه، نعم ثوبه، فرأيت في صدر الحسين على جهة القلب جرح والجهة الآخرة جرح واحد أكبر من الثاني. سألت مولاي شنو هاي الجراحات؟ اثنين ما طابن هذني ما يبرن؟ قال لا والله هذني جرحين كبار يظلن ما يطيبن. خير مولاي شنو هذول؟ قال هذا أخي أبو الفضل العباس، جرح أخوي أبو فاضل كسر ظهري. وهذا الثاني من هذا مولاي؟ قال هذا ولدي علي الأكبر، هذا قطعني هذا قلبي. أيوة علي. قال لي يا أبوي روح ود عمك وأخواتك. وراح علي الأكبر، استقبلت مولاتي سكينة وليلى أغمي عليها على أثر الدعاء. ولما نظرت علي أقبل وقد تفطرت شفتيه من العطش، قال تقومي تلق ابنيك يا ليلى وشدي حزامه وهالهليلة ما هو لامت حرب شايل ثجيلة. اجتمعنا عليه العلويات هادي تقبلوه، وهذه تقول أخي ارحموا غربتنا يا غايا وتلك تنادي عم علي من لنا بعدكم. جلس عند أمه وقد وجدها مغمى عليها من أثر الدعاء، أخذ رأسها وضعها في حجره، مسح على وجهها، وإذا بصوت وغربتها يا غايا وقلة ناصرة. ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من مغيث يغيثني؟ ترك أمه ومضى إلى أبي ينادي، لبيك يا ابن رسول الله أرواحنا لك الفداء. وودع باه الحسين، مشى خطوات ورجع. مولاتي تنقل الخبر زينب، تقول لما مضى علي، لما خرج من الخيمة جاء إلى أبيه ومضى ورجع، رأيت همس في إذن الحسين. سألت الحسين بعد مقتل علي، قلت أخي أبا عبد الله رأيت ولدك مضى ورجع وهمس في إذنك، ما قال لك يا علي يا حسين؟ قال يا زينب، قال لي ولدي علي أبا لكل مسلم وصية، وأنا أريد أن أوصيك بوصية يا نور عيني. قلت بلى يا ولدي. قال أبا أوصيك بأمي خيرا، يا أبا وجدتها مغمى عليها، يا يعني أنا ما ودعت أمي يا أبو، يا يا أبو يا أمي بالخيمة، أمي بالخيمة عطشانة تعبانة مهمومة. ومضى علي ومضى معه قلب الحسين، وهو يقول أنا علي أنا علي قال أحد الأعداء ظننا أنه علي بن أبي طالب،
لأن كان الضرب ضربات لا تختلف عن ضربات أمير المؤمنين. ولما قال أنا علي بن الحسين بن علي عرفنا إنه علي الأكبر. أيوة علي يا في الحملة الثالثة صاحبنا سعد ويحكم ويحكم استحوشوا من كل مكان والله إذا تركتموه لا يبقي لكم أحدا فأحاطت بالجيوش من كل مكان وقد أخذه العطش ضربوا بالسهام واللباغ يا حتى جاءه لعين ضربه على رأسي وعلياه وسيدا وشهيدا يا الله انحنى على ظهر جواد أخذه الجواد إلى الأعداء وقع بينهم نادى عليك من السلام أبا يا حسين اجتمعت عليه الأعداء بالسيوف والرماح قطعوه إربن إربا أقبل إليه الحسين. لكن بيا حال يا شباب أمجد طفي هذا الضولي على رأسي. تقول مولاتي سكينة لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي الحسين وهو يقول أبا يا حسين أدركني رأيت أبي اتجه باتجاه معاكس قلت أبا من هذا المكايا يا الله قال بني سكينة والله لا أدل الطريق يقول لما وصل إلى جسد ولده رمى بنفسي من على ظهر الجواد احتضر عند ولده الحسين عند ولده علي احتضر يعني مات الحسين مات مات أبو علي فزينب عرفت إذا ما تطلع يموت أخوها عرفت بطلعتها راح تحيي أخوها فطلع الحسين طلعت مولاتي زينب مشت خطوات من الخيمة التفت الحسين سمع صوتها أفاق وهي تقول وولداه وعلياه أفاق الحسين نظر إليها ترك علي قال أخي زينب لماذا خرجت من خيمتك أخي زينب ارجعي أنا وولدك أنا وعلي فدا لك يا زينب لماذا خرجت من الخيمة. هذا الحسين الغيور الشهم أبو علي ترك وليده بالقاع وردها قال أخويا لا تطلعين يا زينب وإلا طلعت زينب لولا زينب تقول الرواية لمات الحسين عند ولده ورجعها للخيمة وجا قعد يم وليده الله شلون قعد الله علي ومقتول وأول قتيل من بني هاشم قعد عنده وعلى وليده تخاصر خلي يدعى لخاصرته يا شباب تخاصر تخاصر وصاحب صوت من الصخر ينطار على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر يا أبو يا أبو يا خمد نور العيون ولا بعد ظنه ودربي المدلل بيش وجد عقبك بيش وجد الدرب وعمة عيوني ومن وليد المدلل خابت ظنوني تغير لون وجهك يا بعد لوني يا ابو يا مو وقت نوم نريد
الساع نتهن. ذاك اللي شاف الحسين بجراحات وجرحين قال له ما يبرن، قال له بس بالنصار بالنصار بتشاني، قال له مولاي هذا شاعركم خادمكم بتشاك، قال له اي نعم، قال كلمة انا قلتها يوم العاشر لما وقع ولدي علي وجلست عند رأسه، قال له مولاي انت شنو قلت يوم العاشر؟ قال جلست عند علي وقلت ولدي علي من غمض عيناك يا ابويا يا ابويا، مين سمع يمك ونينك ومن غمض لعند الموت عينك يا ابويا؟ للعشرين ما وصل لسنينك، حاتفني عليك الدهر الاكشر يا ابويا. الحسين وانقتل وليده، الله شي يصير ذاك اليوم؟ عاد اجوا بني هاشم، اجوا ابو فاضل، اجوا مجموعة من اللي نعم بقوا من اصحاب الحسين، لان اول قتيل من بني هاشم هو علي الاكبر، اجوا ابو فاضل واجوا ويا بني هاشم. قال يا بني هاشم جئوا لنا ببارية ارد اشيل وليدي. ابو فاضل قال له لا انا اشيله انا عمه. بني هاشم قال واحنا نشيله. الحسين قال لا انا وليدي انا اشيله. قال انا ابوه اولبي. وجاب الحسين يا شباب وشائل والدماء تنزف من علي، مقطع علي الاكبر، اي لان العدو ينادي هذا ابن قتال العرب، هذا جد قتال العرب، اخذوا ثاركم من عده. وجاب الحسين ودخل للخيمه اللي افردها للشهداء وقعد يم وليده. يا ابويا يا ابويا ظخرتك تهيل علي التراب، يقول له يا ابويا ارد اموت وانت تدفني، ظخرتك تهيل علي التراب والتراب، وانا ردتك تسد وحشة الغياب، يا ماي وتبدى طولك وغاب، يا علي ابني يا ابويا شفيد الدمع لو صار ستشاب. يعني تصور الحسين وحيت سلام الله عليه وقاعد ويبكي على كل فيه، ماكو واحد يدخل غير مولاتي جبل الصبر. قالت لأخويا أبو علي من رخصتك يا أبو السجاد؟ اطلع يا أخويا من الخيمة واترك علي. قالها الويش يا زينب؟ قالت للنساء على باب الخيمة والنساء بغير شعور. علي أول قتيل يا شباب، والنساء لما عرفوا أن قتل علي صار لهن فرد موجة، هاجن النساء أخواته وعماته وبنات عمومته والهاشميات كلهن اجن ووقفن على باب الخيمة وتمنحن هيبة الحسين. قالت لأخويا اطلع اطلع خلي النساء يجن. قالها زينب ما بيهن غريبة، بناتي وبنات أخوي وخواتي ونسائي، خلي دخلن يا زينب أرد أقعد وبكي وياهن. احنا مخلن بكي ويا الحسين يا شباب. يا أبا عبد الله سيدي سجلنا الليلة وياك، عاد أذل للنساء ودخلين وتسبخ الليلة. جيت شايطة وشبقت ولدها وولدها والولد قطعة من جبدها، جبت عد راسة تندها، يا من جبتها قوم ردها، تقل ذليت 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 علي ابن النوب، ذليت ذليت وانا الموت ياخذني تمليت، يما عمود الوسط يا شايل البيت، يا يا نبي شجيت ون ون العلي الأكبر. ما أدري أنا هسه أقرأ لكم بس أشوفكم تستحون، والله ما أدري. هاي الونة للزهراء العلي، ون من قلبك هاي الونة يا أخوي، حقيقة لا يقاس بها شيء. إن شاء الله كل ألم كل آه كل مرض ويا تطلع ويا هالونة إن شاء الله. هاي العلي سجلها إن شاء الله في سجل الحسين. يقل له تقل له يا عمود الوسط يا شايل البيت، انا بيش جيت وبيش رديت، اي وانا عشان لها يلقى، يا يا
يا عماجيت جت لي للعلي الاكبر يا ويلي وجبت عنده تريد تشوف صاويبه ام وجرحش ضاهده تشده قالت وين زينب وين شو وياي تتشيله وعن الشمس خل سكنه تجيب همه تضريله ويا عمات تعال انجاي جعدن هالولد وياي بالله وي علي بهداياي جعدن وخلن احط راسي على زنده عمات وخوات الكيل صاحن يا معلي الاكبايا روح الولد خلصانة ونجعد شلون ما نقدر يلي ينتبه خافا وجروح عليا تسعاير يا للصدق خلنا نايم لا تجعدنا اخافا كان تلجمنا الشمس والعطش وجروح علي من ينتبه شده بالله لا تجعدنا وبعد لا نايحة لوحة لما نشوف صاويبه ولما نجلب جروحه واجا الحسين قاعد يم ليلى ويم زينب سلام الله يعني ويباوع لزينب قال اخي زينب هذا علي هذا علي قبل لحظات علي كان كالمصباح يقول لي يا ابويا يا ابويا وانا احبي وانا احبي يا علي بصغر الدهر مرمرني وانا احبي وحمام النوح اخذ وني يا ابويا وانا احبي احلفت ما بطل ونيني وانا احبي على وليد اللي ذراح من ايدي يا ابويا عاد يقل لمولاتي يقول ما علي راح علي راح والله شافه والنبي شابيج علي راح قعد عنده وصفق راحين علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا اخوه ويا ظلمت الدنيا علي ابكي عليك سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة استعدوا جزاكم الله خير للعزاء.